بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مرة تانية وفيديو جديد يخص الـ ACCA. احنا كنا عملنا فيديو قبل كده بيشرح ايه هي شهادة الـ ACCA وازاي اعرف الـ exemptions بتاعتي، واذا كنت انا معايا شهادة جامعية من جامعة مصرية من كليات التجارة، فنقدر نعرف من خلال خطوات الفيديو الاولاني اللي هسيب اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت ازاي نعرف الاكزامشنز بتاعتنا. ولو الدنيا اتعقدت شوية قلنا ان احنا ممكن نبعت ايميل للACCA وساعتها هيردوا علينا يقولونا الاكزامشنز بتاعتكم 1 2 3 4، وخصوصا لو حضرتك معاك اديشنال كواليفيكيشن زي مثلا الاي اف ار اس دبلومة كويس او ماجستير او غيره من الدرجات سواء الاكاديمية او البروفيشنال اللي هي المهنية. النهاردة عاوزين نعمل فيديو تاني عن ازاي نعمل ريجستريشن على الـ ACCA ويب سايت. طيب، فانا فتحت كالمعتاد ACCAglobal.com ودخلت هنا على الهوم ولقيت عندي حاجة اسمها Apply Now، فضغطت عليها وبيقول لي زي ما انتم شايفين كده في 3 ستيبس، 1 2 3 4 و ACCA application. طبعا بيقول لك before you get started، قبل ما تبتدي لازم يكون معاك الحاجات اللي موجوده دي. اول حاجه proof of identification، يعني لازم يكون معاك حاجه تثبت بيها شخصيتك. طبعا بالنسبه لنا احنا لو انت بتقدم من مصر فهيبقى جواز السفر بتاعك او الباسبور كويس. official translation of any document not in English، اي حاجه ما هياش بالانجلش لازم حضرتك تكون مترجمها، ولازم تكون مختومة stamped by licensed translator who is authorized and qualified to provide translation، حد من المكاتب المعتمدة للترجمة. أو إن بعض الخريجين بيبقوا وخصوصا الجامعات اللي معاها joint venture مع جامعات تانية أجنبية بيبقى واخد شهادة بالإنجليزي من الجامعة الخارجية اللي الجامعة بتاعته متعاقدة معاها أو الكلية بتاعته متعاقدة معاها. If applying to study our ACCA qualification, you will need to upload evidence that you meet our minimum entry requirements. طبعا المينيمم انتري ريكويرمنتس ان حضرتك تكون معاك 3 سنين خبره. وانا زي ما انا قلت في الفيديو اللي فات الثلاث سنين دول مش لازم وانت داخل يكونوا معاك، ممكن حضرتك قبل ما تخلص الشهاده تقدمهم بعد كده. طيب، بيقول لك التقديم تقريبا بياخد 10 دقائق. خلاص حضرتك هيبقى كمان من ضمن عملية التقديم ان انت تقول exemptions بتاعتك ايه، هت apply for exemption، يعني هتشوف هتحط الدوكيمنتس بتاعتك ونشوف من خلالها برضو، واخد بالك فورمالي بقى المرة دي، لان المرة اللي فاتت الايميل والexemption calculator والحاجات دي يعني ما كانتش حاجة فورمال، فهنا المرة دي احنا بنقدم الكلام ده من خلال الريجستريشن، فده هيبقى فورمال المرة دي. If you apply for exemption you need to upload evidence that you are eligible. Our guide to exemption، ده طبعا الجايد اللي احنا رحناه المرة اللي فاتت انا وانتو، بيقول لك لو حضرتك عندك اي يعني فرصة ان انت تعفى من مواد معينة فطبعا لازم يكون معاك evidence عشان نقدر نعفيك من الكلام ده. We work in partnership with national accountancy bodies in certain countries, so you may also need to register with another local organization and pay additional charge. طبعا بيتكلم على الجهات الاخرى اللي متعاقده معاها الـ ACCA، يعني مثلا في مصر جمعيه المحاسبين المراجعين المصريه متعاقده وعندها اتفاقيه مع الـ ACCA اللي بتخصم حوالي 9 مواد. لو انت حضرتك عضو جمعيه تقدر ان انت تعفى من 9 مواد من ال 13 ماده اللي موجودين في الـ ACCA. طيب تعالوا بقى نخش على طول. بيقول لي get started او resume application، لو انت كنت دخلت قبل كده ومثلا الانترنت فصل او انت كان في حاجه لازم تحضرها فوقفت فقال لك to resume application، هقول له لا get started، نبتدي من الاول. طيب step 1 بيقول لي حط الاسم فلان مثلا first name. طبعا البيانات دي زي ما انتم فاهمين بقى تخص كل واحد من الابليكانتس او المتقدمين. ايميل وبعدين خلي بالك بيبقى عندي كل دي صحات اهي، فهدوس كده كونتينو وهقول يور ديتيلز وهتبتدي حضرتك تحط. انا طبعا بحط اي بيانات لمجرد ان انا يعني ايه ابقى معاكم. ميل ناشوناليتي
الادرس مثلا ايجيبت طبعا. تايب تو سيلكت ادرس، هتكتب حضرتك مثلا معادي، فهيجي بقى يقول لك معادي انهي الخليفه. كويس، اختار اي حاجه برضو. كويس، احط الموبايل لو انا عايز، مش لو انا عايز طبعا، يعني اقصد هنحط الموبايل انا وحضراتكم. وبعدين برضو طلع لي الصح على طول هنا، كل خطوه حضرتك بتعملها بيطلع صح، فهقول سيف اند كونتينو. الكواليفيكيشن بقى هيبتدي يقول لي فاونديشن انجلش، هبتدي اسلكت. if you new to accounting and finance and already working but have no formal qualification you can start your journey to our foundation level. خلاص، طيب ده لو انا مش معايا، واخد بال حضرتك، شهاده ان انا مثلا خريج تجاره. كويس، طيب ال ACCA qualification بيقول 3 GCSE and 2A levels in 5 separate subjects including math and English. طبعا دي الثانويه العامه الانجليزي، طبعا احنا مالناش دعوه. كويس، احنا هنحط الشهادات بتاعتنا احنا. يعني ايه الشهادات بتاعتنا احنا؟ يعني حضرتك معاك، واخد بالك، شهاده تخرج هتحطها، ترانسكريبت كويس هتحطه معاك، واخد بالك، شهاده من جامعه اجنبيه، اوكي، كل الحاجات دي هتحطها، لان طبعا ايه، هو مش محتاج الثانويه العامه بتاعتك. معاك دبلومه مثلا في الاي فار اس برضه هتعمل كده. طيب حلو قوي، وابلود دوكيمنت هنا اهو، فهابلود، واخد بال حضرتك، اي حاجه صح اللي هي لازم فورم اوف ايدنتيفيكيشن، زي ما قلنا مثلا زي الباسبور، اي حاجه ما هياش بالانجلش لازم تبي ترانسليتد. وطبعا واخد بال حضرتك، ابلاي فور اكزيمشن، هتحط طبعا الحاجات اللي ليها علاقه بالايه. يبقى تاني اول حاجه احنا الايدنتيفيكيشن، بعد كده الانتري ريكويرمنت زي الشهادات بتاعه التخرج مثلا بتاعتك، الابلاي فور اكزيمشن هتحط الشهادات الاضافيه اللي حضرتك بتقول ان انا اي ويل بي اكزيمتد منها. طيب وهقول طبعا هو هنا طالب مني بقى ان انا اعمل يعني ابلود للثلاثه، فانا هحاول ان انا اعمل ابلود لجزء وجزء تاني واشوف هو هيطلب ايه. وهدوس سيف اند كونتينو. هنوصل بقى للكومبليشن اوف يور ابلكيشن، هحط الايميل ادرس، واخد بال حضرتك، يو هاف سيلكتد تو ستادي اي سي سي اي ريجستريشن كود. لو انت عندك، واخد بال حضرتك، ريجستريشن كود مثلا ليه علاقه بالحد اللي انت شغال عنده، واخد بال حضرتك، او الجامعه اديتك ريجستريشن كود، فهندخله. طبعا لو ما عنديش هقول ابلاي كود، لو انا موجود عندي الكود ده. طبعا انا ما عنديش كود، بس بيقول لي خلي بالك انت هتدفع بقى 40 عفوا 40 استرليني ريجستريشن فيز. طيب وبعدين بيقول لي طبعا التيرمز انا موافق. فبقول له موافق موافق، وبقول له go to payment، يعني هنروح بقى عشان ندفع. طبعا هنا باركليز، select your payment، طبعا debit card او credit card او باي بال او يونيون باي، طبعا حضرتك هتختار بقى ايه الجزء اللي يخصك، وهتعمل payment خلاص، و هتكمل الريجستريشن، وهيبعت لك ميل على الميل اللي حضرتك يو بروفايدد، عشان تقدر تعرف ان انت عملت ريجستريشن. وبياخدوا حوالي من 5 ايام 10 ايام يمكن ماكسيمم 15 يوم، وبيردوا على حضرتك بالتفاصيل والاكزيمشنز اللي هم حددوها لك بناء على الدوكيومنتيشن اللي انت رفعتها. طبعا انا هعمل هنا
كنسل، حضرتك هتكمل بعد كده زي ما انا قلت، وهيجي لك الايميل وهتبتدي يدي لك رقم. بعد كده حضرتك لما هتاخد الرقم ده زي كده الاي دي بتاعك، حضرتك تقدر بعد كده لما هو يوافق وتكون دفعت هتيجي تخش على ماي اي سي سي اي اللي هو ده، ده اللي بيتيح لك بقى ان انت تخش على الريسورسز بتاعه الموقع، وهتحط حضرتك اليوزر نيم والباسورد اللي انت عملتهم، وهتعمل ساين ان كويس، وطبعا هتبتدي تدخل بقى تستفيد بالخدمات اللي بيقدمها الموقع، وبعد كده بقى تدفع ان شاء الله. لما يجي لك الريجستريشن هتدفع طبعا للمواد اللي انت تم اعفائك منها، ولما تيجي ان شاء الله تخش الامتحان برضو هتدفع من خلال الموقع للمواد اللي انت هتمتحن فيها، حسب طبعا انت هتبتدي بانهي مواد. طبعا الترتيب زي ما اتفقنا من خلال الليفل الواحد مش مهم، تقدر تبتدي بالمادة اللي انت عايزها، وزي ما انا قلت تقدر ترجع للفيديو الاولاني من السلسلة دي الخاصة بالـ ACCA. ان شاء الله هيبقى في عندنا فيديوهات تانية كل ما يجي لنا معلومات اجدد عن الـ ACCA، او يجي لنا منكم استفسارات عن اشياء معينة نقدر ان احنا نساعدكم فيها. بشكر النسيبي اللي هو سبب الفيديوهات بتاعت الـ ACCA دي طبعا لالتحاقه بشهادة الـ ACCA بعد ما خلص الـ I4S دبلومة، فهو يمكن اللي يعني شجعني ان انا اعمل الفيديوهات دي، وخصوصا ان في اسئلة كتيرة بتيجي عنها. متشكر ليكم جدا، اتعشى من يكون الفيديو ده مفيد ليكم، وان شاء الله نشوفكم في فيديوهات تانية. ما تنسوش تعملوا سبسكريبشن للقناة عشان توصلكم الفيديوهات الجديدة. نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.